Subhana gaya la ilaha illa ant al-ghawth al-ghawth khalisna minan nar ya يا من له العزة والجمال.
يا ذا المدل والبيان. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشقبت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بأمره، يا من لا يعتدي على لمملكته. Yeah.
كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيون يا ملجأ كل مترون
الكلمة والبيان، يا ذا الرغبة والرضا، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرأفة والمستعان، يا ذا العفو والغفران. يا من هو في لطفه
يا من ستم القبيل يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهدك السير يا عظيم العار يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل Yeah. So-
من النار يا عماد من لا عماد لا سند من لا سند لا يا ذخر من لا ذخر لا يا غرز من لا غرز لا يا غياث من لا غياث لا يا فخر من لا فخر لا يا عز من لا عز لا يا معين من لا معين لا يا أنيس من لا أنيس لا يا أمان من لا أمان لا يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله.
من كل قدير، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. Yeah.
القيامة ملكه يا من في الحساب غيبته يا من في الميزان قضاء يا من في الجنة ثوابه يا من في النار قابه يقصد المنيب يا من إليه يذهب الزاهد يا من إليه يلجأ المتغير يا من به يستأنس المريد يا من به يفتقر المحب يا من في عفوه يتمع الخاطئ من إليه يسكن الموكن يا من عليه يتوكل المتوكلون غير غائب
منزل يا منور يا مفضل يا مجزل Thank you.
الشفاء يا رب البرار والبهاء يا رب الليل والنهار يا رب الأعلان والأسرار يا من نفذ في كل شيء أمرا يا من لهق بكل شيء علما يا من بلغت إلى كل شيء قدرة يا من لا تحصي العباد نعما يا من لا تبلغ الخلائق شكرا جلالا يا من لا تنال الأوهام كنها يا من العظمة والكبرياء رداء يا من لا ترد العباد قضاء يا من لا ملك إلا ملكه يا من لا عطاء إلا يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العليا يا من له الآخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له الهوى والفضاء يا من له العرش والثرى يا من له السماوات العلى اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا دور يا مسؤول يا ودود يا صبور يا قدور يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفا يا من أحسن كل شيء خلقا يا من تصرف في الخلائق قدرة سبحانك يا الله يا الله
يا كافي من استكفى يا هادي من استهدى يا قارئ من استقلى يا راعي من استرى يا شافي من استشفى يا قاضي من استقضى يا مغني من استغنى يا موفي من استوفى يا مقوي من استقوى يا ولي من استولى. اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ماتك يا صادق يا خالق يا فارق يا فاتق يا رادق يا سابق يا سامق. سبحانك يا إله يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والهرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الموت يا من لم يكن له ولي من الضر. يا من يعلم مراد المريد يا من يعلم ضمير الصامت يا من يسمع أنين الواهن يا من يرى بقاء الخائف يا من يملك حوائج السائل يا من يقبل عذر التائب لا يسلم عمل المفسدين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارف يا أجود الأجودين. يا قديم السنة يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء. سبحانك يا إله يا إله يا إله يا إله يا إله.
يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتار يا نفاق يا مرتار يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني أعزني وأغناني يا من وفقني وغداني يا من أنسني وأواني يا من أماتني وأحياني يا من يقول الحق بكلماته يا من يقبل التوبة عن عباده يا من يحول بين المرء وقلبه يا من لا ترفع الشفاعة إلا بإذنه يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله يا من لا معقب لحكمه يا من لا راد لقضائه يا من انقاد كل شيء لأمره يا من السماوات مطويات بيمينه يا من يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته يا من جعل الأرض مهادا يا من جعل الجبال أوتادا يا من جعل الشمس سراجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل النهار معاشا جعل النوم سباتا يا من جعل السماء بناء يا من جعل الأشياء أزواجا يا من جعل النار مرصادا اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا من الناس
يا غير قبل كل حال يا حير بعد كل حال يا حير الذي ليس كمثله حال يا حير الذي لا يشارك قوما يا حير الذي لا يحتاج إلى يرزق كل يا حي لم يرث الحياة منها يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا شباب
كتابه تذكرة للمتقين. يا من رزقه عموم للطائعين والعاسر. يا من رحمته قريب من المحسنين. يا من هو الولي الحبيب. يا من
Yeah.
Yeah.
يا الله.